بسم الله الرحمن الرحيم. حصة الرياضيات طلبة الصف الخامس اليوم إن شاء الله يا خامس رح نحل أسئلة أتدرب صفحة 26. طبعا الأسئلة من 1 إلى 6 المطلوب مني أوجد ناتج ما يلي: العدد العشر الأول 5 و14% زائد 3 و747. حكينا يا خامس ضروري جدا انه نرتب المنازل تحت بعض، فانا بكتب الرقم الاول بعدين بنحط الفاصلة تحت الفاصلة وببدأ بترتيب الرقم الثاني. 3 عدد صحيح توضع تحت العدد الصحيح، 7 جزء من 10 توضع تحت الجزء من 10، 4 جزء من 100 توضع تحت الجزء من 100، و7 جزء من 1000 توضع في منزلة الجزء من 1000. لقينا انه هاي المكان فاضي فارغ ما في شيء، حطينا مكانه 0 عشان نجري عملية الجمع. الآن ببدأ بالجمع، والجمع بيكون من اليمين إلى اليسار. 0 زائد 7 7، 4 زائد 4 8، 1 زائد 7 8، الفاصلة العشرية بتنزل، 5 زائد 3 8، يصبح الناتج 8 و887 من 1000. رقم 2، طبعا أنا رتبت المنازل وجهزتهم عشان نوجد عملية الجمع أو الطرح بشكل سريع، وضروري إنه نرتب المنازل بهذه الطريقة. نبدأ المسألة الثانية، عندي 8 و621 من 1000، بدي أطرحها من 8 و458 من 1000. نبدأ بعملية الطرح، 1 ناقص 8 لا يجوز، 2 بتصير 1 والواحد بصير 11، 11 ناقص 8 يساوي 3، 1 ناقص 5 لا يجوز، 6 بتصير 5 والواحد بصير 11، 11 ناقص 5 6، 5 ناقص 4 1، الفاصلة العشرية بتنزل، 8 ناقص 8 0، يصبح الناتج 163 من 1000. رقم 3، 9 و399 من 1000 ناقص 4 و743 من 1000. الآن بدي عملية الطرح بعد ترتيب المنازل، 9 ناقص 3 6، 9 ناقص 4 5، 3 ناقص 7 لا يجوز، نستلف من 9، 9 بتصير 8 و3 بتصير 13، 13 ناقص 7 يساوي 6، الفاصلة العشرية بتنزل، 8 ناقص 4 يساوي 4. الآن الناتج 4 و656 من 1000. المسألة رقم 4، 37 و87 من 100 زائد 5 و451 من 1000. بدي أنبه لشغلة كثير مهمة يا خامس، إنه 5 هون كانت في منزلة الأحاد فحطيتها تحت 7 لأنه 7 في منزلة الأحاد. المنزل اللي ظلت فارغة عندي اللي هي منزلة العشرات حطينا مكانها 0. الآن بعد ترتيب المنازل بدي أعمل عملية الجمع من اليمين إلى اليسار، 7 زائد 1 8، 8 زائد 5 13، 3 و1 باليد، 4 زائد 0 4 زائد 1 5، الفاصلة العشرية بتنزل، 7 زائد 5 12، 2 و1 باليد، 1 زائد 3 4 زائد 0 4، يصبح الناتج 42 و538 من 1000. السؤال الخامس، بنفس الطريقة بعد ترتيب الأعداد العشرية نبدأ بعملية الجمع من اليمين إلى اليسار، سواء كان جمع أو طرح يجب أن يكون من اليمين إلى اليسار، 1 زائد 5 6، 8 زائد 4 12، 2 و1 باليد، 1 زائد 3 4 زائد 1 5، الفاصلة العشرية بتنزل، 5 زائد 6 11، فيصبح الناتج 11 و526 من 1000. المسألة رقم 6، طبعا الكسر الأول أو العدد العشر الأول 8 و308 من 1000 ناقص 7 و69 من 100. رتبنا المنازل، منزلة الجزء من 1000 هنا فاضية حطينا مكانها 0. الآن ببدأ بعملية الطرح، 8 ناقص 0 8، 0 ناقص 9 لا يجوز، 3 بتصير 2 و0 بتصير 10، 10 ناقص 9 1،
2 ناقص 6 لا يجوز، بنصرف من 8، 8 بتصير 7 والاثنين 12، 12 ناقص 6 6، الفاصلة العشرية بننزلها 7 ناقص 7 0، يصبح الناتج 618 من 1000. الجزء الثاني من الأسئلة بحكي لك أوجد قيمة الرقم المفقود، في عندي أرقام مفقودة بدي أوجدها. نبدأ في رقم 7، 2 و17 من 100 ناقص كسر 10 في رقم مفقود. الآن بدي أبدأ بعمل الطرح، 7 ناقص كم يساوي 7؟ السبعة كم بدي أطرح منها لتصير 7؟ الجواب 0، لأنه 7 ناقص 0 يساوي 7. الآن 1 ناقص 5 لا يجوز، بنستلف من الاثنين، الاثنين بتصير 1 والواحد بصير 11، 11 ناقص 5 6، بننزل الفاصلة العشرية، 1 ناقص 0 1، يصبح الناتج 1.67 من 100. ضروري انه مش لانه المربع ما خلصنا، المربع مش موجود ما نخلص، بنمشي بعملية الجمع والطرح بالترتيب. رقم 8، بدي طبعا العملية طرح، بدي اطرح من عدد 8 يساوي 4. الان لما يكون دائما عملية الطرح، لما يكون عندي رقمين متتاليين بعرف انه هذول الرقمين المتتاليين لازم اجمعهم، فبحكي 4 زائد 8 12، بس انا ما بصير اكتب 12، فبكتب بس منزلة الاحاد اللي هي الاثنان. نتأكد، 2 ناقص 8 لا يجوز، فبنصرف من 9، 9 بتصير 8 وهاي الاثنين بتصير 12، 12 ناقص 8 4، 8 ناقص 3 5، الفاصلة العشرية بتنزل، 5 ناقص 8 لا يجوز، 6 بتصير 5 والخمسة بتصير 15، 15 ناقص 8 يساوي 7، 5 ناقص 2 يساوي 3، إذا الحل صحيح، فيصبح الناتج 37 و54 من 1000. إذا لما يكون عندي في الطرح، لما يكون عندي الفراغ في البداية بجمع الرقمين المتتاليين الناتج بحطهم، بس بحط أنا منزلة واحدة ما بنحط منزلتين. نشوف الآن هون عندي 1.3 من 100 بدي أجمعها على 36 من 100، 3 زائد 6 9، 0 زائد 3 3، الفاصلة العشرية بتنزل، 1 زائد 0 يساوي 1، فيصبح الناتج 1.39 من 100. السؤال اللي بعده، كتلة، طبعا في كان عندي مختبر العلوم وكان في 4 طالبات، سناء وسميرة وليلى والعنود، فأخذوا عينات من مادة اسمها كلوريد الصوديوم، هذه مادة كيميائية بيستخدموها في المختبرات. عينة سناء أخذت من هذه المادة 4.361 من 1000 جرام، وسميرة أخذت من هذه المادة 2.704 من 1000 جرام، أما ليلى فقد استخدمت 5.295 من 1000 جرام من مادة كلوريد الصوديوم، العنود 5.537 من 1000 جرام من مادة كلوريد الصوديوم. بناء على هذه المعطيات رح نجاوب السؤال 10 و11. سؤال 10، ما كتلة كلوريد الصوديوم التي وجدتها سناء والعنود معا؟ دائما يا خامس لما نشوف كلمة معا، معا هذه تدل على إشارة الجمع، فرح نجمعهم. بنيجي لسناء، كم العينة اللي أوجدتها سناء؟ 4.361 من 1000 معا يعني زائد. الآن نروح على العنود نشوف عينتها، الخمسة عدد صحيح تكتب تحت العدد الصحيح، الفاصل العشرية تحت الفاصل العشرية، الأجزاء من 10، هلا الخمسة جزء من 10، الثلاثة جزء من 100، السبعة جزء من 1000. فلاحظ أنا رتبت المنازل تحت بعضها البعض عشان يساعدني على الحل بطريقة صحيحة. الآن بنجمع، 1 زائد 7 8، 6 زائد 3 9، 3 زائد 5 8، الفاصلة العشرية بتنزل، 4 زائد 5 يساوي 9، فتصبح الكتلة التي أوجدتها سناء والعنود معا 9.898 من 1000 جرام. السؤال رقم
11، بكم تزيد كتلة كلوريد الصوديوم التي أوجدتها ليلى عن كتلة الكمية التي أوجدتها سميرة؟ لما يكون السؤال بكم تزيد في هاي الحالة إحنا بنطرح، لما يكون السؤال بكم تزيد بنطرح. الآن بدي أوجد كتلة ليلى. كتلة ليلى هي عبارة عن طبعا عندي ليلى وعندي سميرة، بحكي لك ليلى كتلتها 5295 من 1000 ناقص كتلة سميرة 2 عدد صحيح فاصلة 704 من 1000. شوفوا كيف أنا رتبت المنازل. الآن ببدأ بعملية الطرح. 5 ناقص 4 1، 9 ناقص 0 9، 2 ناقص 7 لا يجوز، نستلف من الخمسة، الخمسة بتصير 4 والاثنين بتصير 12، 12 ناقص 7 يساوي 5، الفاصلة العشرية بتنزل، 4 ناقص 2 2، فيصبح الفرق 2591 من 1000 جرام. هيك بنكون حلينا الأسئلة، يعطيكم العافية يا خامس.